نظمت نقابة الصحفيين لقاء صحفيا مع وزير الثقافة الفلسطيني الكاتب والروائي الدكتور عاطف أبو سيف بعد عودته من غزة ومعايشته ل83 يوما من العدوان. وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي أن هناك استهدافا كبيرا للصحفيين وأسرهم، وهو ما يكشف مخاوف قوات الاحتلال الإسرائيلي من نقل الرواية الفلسطينية أمام العالم أجمع. لكن صمود الصحفيين داخل غزة تاريخي ونجح في كشف الحقائق أمام الجميع. النهاردة وصلنا لما يقرب من 23,000 شهيد. إن احنا حجم الضحايا اقترب من 100,000. دي أرقام ربما إلى هناك عالم بنصف ضمير أو بربع ضمير، يعني لانقلبت الدنيا كلها. الآن في قطاعنا اللي احنا بنتكلم عليه واللي انا دائما اكون حريص على انه لازم يكون حاضر، اللي هو الصحافه، نحن امام جريمه حرب هي الاكبر في التاريخ الانساني الحديث. الصمت الذي يتحلى به المجتمع الدولي وعجز المنظم وعجز التنظيم الدولي والمؤسسات الدوليه عن اتخاذ مواقف حازمه ورادعه بحق دوله الاحتلال هو ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في مذابح وفي عدوان وفي، لانه كمان مرة في القضايا الأخلاقية الصمت خيانة أو الحياد خيانة بصفي، وبالتالي من يصمت عن هذه الجرائم فهو هو يصطف بالفطرة بالضرورة مع المجرم على الضفة الخطأ من نهر التاريخ، ضفة المجرمين وضفة لم يعتدل الإعلام الغربي في طرحه لعدالة القضية الفلسطينية أو على الأقل لرصد هذه التجاوزات بحق الإنسانية التي تتم في فلسطين، وإنما دور القوى الناعمة هو الذي كان له فضل كبير بعد دماء الشهداء. الفضل الأول والأخير لدماء الشهداء ولكل ما بذل على أرض فلسطين من معاناة، لكل من استشهد ولكل من صمد على هذه الأرض ولكل من عانى، ولكن أيضا يأتي بعد هذا الجهد الكبير جهد الإعلاميين الذين استطاعوا رصد هذا الصمود الكبير، ومن ثم وهنا الخطوة التي تحتاج، وإحنا في حرم النقابة الصحفيين تكريسها أكثر وأكثر. وقبل أن أذهب إليها لابد أن أشيد بالدور العظيم الذي قام به الصحفيون المصريون.